عندنا بصارة النهارده، يا خسارة، النهارده عندنا بصارة. بصارة مع العيش المتبل المحمص الجميل، الجميل، لا ركز في حتة الجميل دي. أيوه، بعمل له التتبيلة بتاعته أهي. زيت زيتون، ثوم، كمون، زعتر، ملح، فلفل اسود. التتبيله دي للرغيف العيش اللي اكله حاف. قبل ما نعمل اي حاجه هنقول البصاره بتاعتنا عباره عن ايه؟ هورس بينز. يعني ايه؟ يعني فول مدشوش. شويه نعناع خضره اهم. هي فيها نعناع بس انا بدي له ادي النعناع دول عاجبني قوي. ادي النعناع دول عاجبني. بصل وثوم وبصل ونعناع، شبت، بقدونس، كزبره. اهو. فول مدشوش وتوم ومرق وبصل وكزبره خضراء، شبت ناعم، نعناع، كمون، بهارات مشكله، وبصل محمر، زيت زيتون، ملح وفلفل، والخبز اللي انا بشتغل فيه دلوقتي. كده انا حطيت كل المكونات بتاع البصاره. هي مش عايزه ايه، موتور تلف ولا فستان صواريخ. هي كده مع بعضيها اهي. لازم الخضره بتاعتها تبقى كتيره. وادي حبه الجارليك. قال لي توم ولا جارليك، اللي انت عايزه اهو. كده صلاة على النبي.